بيعتمد على ايه بقى؟ يعني بيعتمد على حساسات مثلا او سنسورز مثلا، بحيث ان انا وانا داخل الاقي النور فتح لوحده، الاقي التكييف اشتغل بدرجه حراره مناسبه، ولا هي يعني دي عايزين نفهم برضو فكرة. مفهوم لا هي البيوت دي فكرة الذكيه. بس اللي هي بتاعة التكنولوجي، مش لازم بقى انا افتح البيت الاقي الدنيا نورت وبيقول لي صباح الخير حضرتك النهاردة كده، لا ده هي مجرد زي اشارات او رسائل هتقدر تقول لك النسبة هنا قد ايه، زي مسج بتجيلي على الموبايل، لان كل التطبيقات بتاعته هتبقى على الموبايل. طب هل تعتبر دي لو طبقناها او انتشرت في مصر بشكل كبير، هل ممكن نحسبها ان هي طريقه جذب استثمارات جديده مثلا؟ اكيد يعني المستثمر الاجنبي ممكن يبص لمصر على ان هي متفوقه في فن البناء والعماره، طبعا. وده مش جديد علينا برضو، ناكد طبعا. عليها يعني. اكيد اكيد، انت بتفتح مجال اقتصادي عظيم. الموضوع كله هيعتمد على ان الاستثمار هيجي يشوفوا مدى الجهاز، هيتطوروا معاك، هيقول لك مدى اهميته، هيقام عليه بحث تاني اكيد في تطويره، مثلا في حجمه، في وجوده جوه المكان، هل هيطبق في البيوت بس ولا في المنشآت العامة والحكومية صحيح، دي نقطة والمسارح، مهمة جدا. وهيبقى هل موجود معانا كده في المصانع والمؤسسات الحكومية، في المسارح، في المولات هنطبق منظومة بقى، فمفروض تكون بالظبط. عامة على الكل، يعني نبتديها فطبعا بالمنازل بحيث ان هي يعني وحداتها صغيرة او كده، ونقدر بالظبط نسيطر عليها او نقدر نعملها ازاي بمنتهى السهولة، وبعد كده ينتقل المشروع لباقي المؤسسات وباقي المباني الموجودة في ده مصر بشكل طبيعي. عام. فاحنا لازم ده يبقى شامل كل الجهات اللي في الدولة، شامل كل المصالح الحكومية، شامل كل المكاتب، كل المصانع، لأن دي بيبقى فيها كثافة أكبر من البيت.